يعطيكم العافيه وشاكر لكم الاستضافه، ورحب فيكم في منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنيه. يمكن اليوم من اهم الارقام اللي ذكرناها هو وصول حجم سوق الاتصالات والتقنيه الى 154 مليار، تنقسم بين 81 مليار الى حجم سوق التقنيه و 73 مليار حجم سوق الاتصالات. يمكن هذا الحجم السوق والطلبات على الخدمات كانت هذه ابرز ملامح المنتدى، بحيث انه لاحظنا حتى في الاستحواذات والاندماجات زادت بشكل متسارع خلال السنه الماضيه. هذا كله لم يكن ليكون لولا وجود بنيه تحتيه قويه متينه تم الاستثمار فيها خلال 4 سنوات الماضيه. وصلنا اليوم الى 3.7 مليون منزل مغطاه بالالياف الضوئيه، وصلنا نسبة انتشار للتغطية نسبتها في المملكة 99%. على الرغم من زيادة الطلب على الخدمات والتصرف المستهلك أو سلوك المستهلك في المملكة العربية السعودية الذي يعادل 3 أضعافه في دول العالم. كنظم تنظيمي وكتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص والعام، تعمل الهيئة بشكل كبير جدا على تمكين الشركاء من العمل المشترك ومن زيادة التغطية وتوفير التكاليف. وكان يمكن من أبرزها موضوع التجوال الوطني المحلي الذي غطى 21 ألف هجرة وقرية يقطنها 5 مليون مواطن، رفعت فيها سرعات الإنترنت العالية بشكل كبير، فأصبحت التغطية ارتفعت من العشرات إلى أن أصبحت تغطى بنسبة 99% من إجمالي السكان في هذه المناطق. فالتنظيمات الرقمية، التعاون المشترك بين المشغلين وبين الهيئة مكن وساعد من الوصول لهذه المستهدفات. بإذن الله، يعني من أهم الأشياء اللي أعلننا عنها اليوم وسبق الإعلان عنها هو العمل المشترك مع الجهات الحكومية الأخرى، منها توقيع اتفاقية مشاركة أو اتفاقية مذكرة تفاهم، توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة المياه لغرض استكشاف استخدام البنية التحتية للمياه لنشر الألياف الضوئية. فهدفنا في الفترة المقبلة إن شاء الله تشاركي تنظيمي مع القطاعين العام والخاص ومع شركائنا في جميع الجهات.